إذا بتعانوا من نقص بالوزن، لازم نجرب نروح صوب أكل صحي أكتر غني بالمواد الغذائية. يعني الأشخاص اللي ما عندهم وزن منيح مش لازم يروحوا صوب الشوكولا والشيبس تيعبوا جسمهم أو تياخدوا كالوريز أكتر، لأنه بالنسبة لنا هيدول ما فيهم مواد غذائية، فيتامينات، معادن أو بروتين كافي. ولكن نتجه صوب الأكل اللي رح يشبعنا ولكن يعطينا بذات الطريقة طاقة وقوة وفيتامينات ومعادن بحجم صغير، ما يكون عم نعبي معدتنا بشكل عشوائي ومش مدروس.